فايز بركات عضو مجلس النواب. استاذ فايز اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. وخلينا ناخد راي الدكتور محمد زهران في ده، يعني في اعاده صياغه لقضيه الدعم عموما، يعني في كل شيء على اعتبار انه كيف يصل الى مستحقيه، بيعتبروا انه الدعم لا يستحقه هنا طالب يرصد مرتين وثلاثه. يعني الدكتور علي عبد الله لما اتكلم قال مش دعم سلع تموينيه بس، بصوا كمان على الدعم الدراسي والجامعي، في انه في من يمكن ان يستفيد من هذا الدعم وهو لا يستحقه، اللي بيسقط سنتين ثلاثه بهذا الشكل زي العيل الثالث ولا العيل الرابع. طب احنا ما بنديلوش دعم ليه؟ الاسره اللي لها اكثر من ولدين تقريبا او اكثر من عيلين ما بتاخدش دعم. طب ما ليه ما سرناش وقلنا لا وده مش ما هو ده مش صح. والله انا عاجبني تعليق الدكتور كمال لما قال ده في انتهاك للاعراف. يعني كل واحد دلوقتي بقى عاوز يتكلم في اي حاجه وعاوز يظهر في المشهد ما بيلاقيش غير الطفل اللقيط اللي هو التعليم المصري. كفايه الاعراب دي الاعراب دي عامله زي حشمات موتتنا وخلقتنا. الاعراب دي عايزين نكسرها. يا استاذ وائل احنا كل واحد عاوز يتكلم في التعليم. انا ما بشوفش الناس تتكلم في الاقتصاد ولا تتكلم في السياسه. التعليم اهم ويتكلموا في التعليم حضرتك التعليم بدون داتا وبدون بيانات. يعني الدكتور علي عبد العال اللي صاحب الرؤيه هو السيد اللي هو بيقول ان هو قالها يعني في القعده الحلوه دي كده وبتاع، يعني هو هي ده يعني ده مش قرار مش قرار خلي يعني بالك ده ليس قرار. يعني هو قالها انا هتكلم ولا هتكلم ولا اسكت من الاول. خلينا احنا دلوقتي بنناقشها مع مجموعه من هو بيتحمسون لها. هو رئيس مجلس النواب قالها دعوه للتفكير واحنا بنفكر، ما خلينا نفكر معاكم كده مش يعني لم يولد لا قرار ولا حتى مشروع قانون. خلينا يعني حتى الان ما فيش مشروع قانون بدا. ده دعوه للتفكير ماشي واحنا بنفكر معاك يا استاذ وائل وبنتكلم. الاستاذ علي عبد العال قال تصريح برضه مماثل، قال المعلمون هم الاكثر دخلا في مصر. ما حصلش يا سيد الفضل، انت بتقول ما حصلش محمد. ده في اليوتيوب اليوتيوب موجود وهيثم الحرير رد عليه. ما موجوده ولا حصل ولا حضرتك بتكذب سوالي. الفيديو مش موجود. انت حضرتك اتحداك لو قمت على الفيديو. طيب بقى الاستاذ وائل هو الموجود يعني عشان بس فلما قال هذا الكلام ردنا عليه وقلنا له لو سمحت لو سمحت الجلسه اخر جلسه بالظبط انا كان ليا تعليق على الموازنه ايوه وعلق علي الدكتور علي عبد الله قال لي انا معاك لان انا كنت بتكلم على طلبنا من الميزانيه زياده 62 مليار وكان فيها 37 مليار بس لزياده اجور المعلمين ورفض هذا كله. احنا رفضنا الميزانيه لكن الاغلبيه طبعا هي في الجلسه هي في الجلسه العامه بيتوافق عليها يا ريس. هذا في الجلسه العامه بيتوافق عليها. هذه هي طبيعه التصويت. كل الاعتراضات يا استاذ وائل كل الاعتراضات لا تسمو غير للاعتراضات. لكن انا قصدي اقول ايه، لكن في الجلسه العامه الدكتور علي عبد العال علق وقال فعلا انا اسمع بس خلينا ندخل في صميم الموضوع. انا استسمحك دلوقتي استسمحك يا استاذ وائل. هل يستحق الطالب؟ خلينا ندخل في صميم الموضوع بس اسمحك بس في حاجه يا استاذ وائل. هل يستحق الطالب يعني انا استاذن الساده النواب بيتكلموا معانا يعني احنا مواطنين واحنا بنحبكم ما تكلموناش بالحصان الله يبارك لك يا سياده اللواء. يعني احنا احنا جايين يا سياده اللواء انا بحبك انت عارف. طب وانا انت عارف يا سياده اللواء انا حمد رابك ده حبيبي. انا بس على فكره انا بشرف في انهم يكونوا اصدقائي بس عاوز اقول يا استاذ وائل دكتور محمد انا لو سمحت احنا دلوقتي لحد لوح بالحصانه ده احنا في موضوع هو دعوه للتفكير. طيب في حتى مشروع سيبني افكر يا استاذ وائل. طيب دلوقتي حضرتك انا معايا مواد تعليم في الدستور يعني سبت الدستور كله سبت الدستور بمواد والدكتور كمال قال طيب ونسبه ال 4% يجوا حضرتك في جلسه لجنه التعليم بيعترض سبت اللي هو بيعترض لكن في الجلسه العامه كله بيوافق يا فندم على الميزانيه. واخد بال حضرتك لما تيجي حضرتك تكلمني عن انا جيت من سنتين هو مش كله بيوافق على يا سياده اللواء يا اغلبيه الاغلبيه ما خلصت دي طبيعه يبقى كل الاعتراضات دي يعني ومفيش. تمام طب ما خلينا بقى في صميم الموضوع. فدلوقتي في صميم الموضوع انا جيت هنا من سنتين عند سعادتك وبمناسبه حضور السياده الساده النواب وكان يم الدكتور الهلال الشربيني الوزير وجه كان وصلنا معلومه يا سياده اللواء ان 37 نائب مجلس نواب عملوا تحويلات لاولادهم للجنه البدارب اسيوط وانا قلت الكلام ده وانا مع حضرتك في الحلقه. دخل المتحدث الرسمي للوزاره عشان نتكلم حضرتك عشان نتكلم بقى على ايه على الواقع عشان دي لجنه غش على الواقع المخزي فراح دخل المتحدث الرسمي يا سياده اللواء على الهوا
ده بقى مش في تكذيب ولا حاجه، ده على الهواء وانا ما قصدش الكلام ده. راح قال يا جماعه الكلام ده مش صحيح، ده هم سبعه بس اللي وافق عليهم الوزير. لا دلوقتي راح قال كده. تعالى بقى النهارده، النهارده في نفس الوقت برضه لجنه اسمها عبد الحميد رضوان في سوهاج، شوف التحويلات الخمسين تحويل اللي معمول لها اولاد مين يا سيدي. للامانه كان معايا رئيس الامتحانات وقال احنا بيقول احنا سيبنا الناس تحول ورصدنا ده. خلينا بس ورصدنا ده وشددنا الامتحانات في اللجان دي وخدنا اجراءات، يعني اننا يعني هو عايز خلف تحول. التعليمات خلف التعليمات وسابهم بقى كده وبيراقبهم يشوف هيغش ولا مش هيغش. لا هو مفيش فيها. طيب الامن هناك قال لك دي التعليمات، قصدي التحولات ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مخالفه للتعليمات، مفيش ولكن مفيش مخالفه زي اسات اللواء. لا يا اسات اللواء، لا يا اسات اللواء، في ضوابط هقول لحضرتك حاجه. ايه الضوابط؟ الطلاب اللي اتحولوا من القاهره والجيزه واسكندريه، يعني انت النهارده ممكن تحول لابنك قبلها بشهرين؟ احول لابن حضرتك حد يقول لك لا؟ ما هو في حضرتك اسباب ومعايير للتحويل يا اسات اللواء. انما انت حضرتك رحت محول لي ده عشان لجنه غش بس. ايوه ما هم رصدوها يا دكتور. ما شغال. عملت ايه بقى بعد ما رصدتها يا سعادتك؟ اللي انا عاوز اقوله يا استاذ وائل من القصه دي يعني. ان احنا الفساد شغال اهو وموجود. احنا عملنا ايه بقى حضرتك كبرلمان؟ مش بنناقش بقى حضرتك لا ده لجنه عبد الحميد رضوان اهي والغش موجود واللي حصل ان هو شاله طيب. شاله طيب. رئيس اللجنه.